لازم يعني ناخد زاوية كده الناس كتير بتتكلم عنها النهاردة، وهي مهمة جداً في كل الأحوال. دايماً إحنا عندنا الإحساس كده بالصعبانيات على أي حد مشهور، نقول المشهور ده بيكسب كتير، والمشهور ده بص الناس بتقلده وخلاص، واحيانا كده نقول انه ده بيقول كلام فاضي، ما بيش بيعمل حاجه يعني ذات قيمه طول الوقت. يا عيني انه معظم الناس او النماذج اللي بتروج لنا على ان الشهره سلبيه، وبصراحه احنا مش ظالمين، لانه في بعض النماذج اللي مشهوره جدا الترند طول الوقت ما بيبقاش ليه قيمه، ودي حاجه معروفه. الترند ما هوش حاجه قيمه قوي، لكنها تتشهر في فتره، لكن البراند حاجة قيمة. ودايما يقولوا لنا اتعلموا يا جماعة تفرقوا احنا كمتلقين الفرق بين الترند وبين البراند. الترند حاجة تتشهر شوية وتروح، تضحك عليها، تتريق عليها، تحبها، تكرهها، هي ترند. لكن البراند هو علامة، علامة تجارية صاحبها يفضل عنده بصمة طول الوقت، ويفضل يقدم نجاحات مستمرة منتظمة طول الوقت. مين بقى البراند بتاعنا؟ محمد صلاح. ومحمد صلاح لأنه براند أو علامة تجارية، فهو يلعب كورة تفرح بيه وتتعلم منه، يتكلم عن نفسه في حوار تلفزيوني فتلاقي أنه ملهم جداً جداً، يحط صورة كده بس على السوشيال ميديا وهو قاعد مع عيلته، مع مراته، مع أولاده، تحترم قوي مبادئ الأسرة، حط صورة لكتاب يبقى الكتاب ده الأكثر مبيعاً لأنه علامة تجارية ولأنه فاهم بيعمل إيه. بحترم اختيارات هذا الرجل، عشان كده احنا عايزين نوريكم اللقطة الجميلة لكتاب جديد، لأنه الكتاب اللي فات اللي كان برضو أعلى مبيعاً بسبب بس أنه تصور محمد صلاح وهو بيقراه، ده اسمه التأثير الإيجابي للمشاهير، ما بيحصلش أبداً مع الناس بتوع الترند، يحصل مع الناس المهمة. رامي عباس وكيل محمد صلاح طبعا نشر صورة جديدة جميلة وملهمة، وفي كتاب بقى جديد قادم انه يبقى هو الكتاب الاكثر قراءة قريب في الوطن العربي، يمكن في العالم كله، وباين قوي في الصورة انه في كتاب كده على الترابيزة، والكتاب ده ظهر انه كتاب اسمه صباح استثنائي كل يوم. الكتاب ده ما هوش جديد ولا حاجة، الكاتب بتاعه ديمون ذا هاردس، وهو ليه نسخة عربية موجودة في المكتبات العربية زي ما حضراتكم شايفين كده الترجمة بتاعتها. نعمل إعلان للكتاب طبعا، صلاح عمل إعلان للكتاب، والكتاب هيبقى من قائمة الأكثر قراءة والأكثر مبيعا. الملهم برضو في الفكرة مش فكرة قد إيه صلاح بيستخدم التأثير بتاعه في حاجات إيجابية، هو طول الوقت بيقدم لك رسائل إيجابية مباشرة وغير مباشرة، لكن الجميل أنه ممكن يوضح لك كمان الخط اللي الراجل ده ماشي فيه. هو دايما بيحط كتب كده أو بيقرأ كتب بتاعة التنمية، الكتب الخاصة بالتنمية الذاتية، أنه شخص يغير من نفسه بنفسه، ما يقعدش يستنى ناس تانيين يغيروه. فالكتاب بيحكي عن كده، بيتكلم يعني إيه الروتين الصباحي قد إيه فارق في حياة الناس، وقد ايه الناس الانجح طول الوقت عندهم طقوس صباحيه كده غالبا اكثر انتاجيه من الناس اللي بتصحى متاخر. والكتاب بيقدم نصايح بقى ازاي يبقى يومي مظبوط لو كان صباحي مظبوط، وازاي قائمه الترتيب الاولويات والمهام اليوميه، وحاجات جميله مش هنحكي عنها، لكن نتمنى ان الناس تقراها وتسمعها وتتعلم من النماذج الحقيقيه. ونتمنى كمان ان الناس اللي عايزه تبقى ترند يفكروا كده ويغيروا رايهم ويبصوا على محمد صلاح ويعرفوا يبقوا براند.